صباح الخير يا رجاله، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض يونت 1 ريفيجن كامل كده على يونت 1 سريع بفكرك بيها. وقلت لكم احنا كنا عايزين النهارده الاسبوع ده نذاكر يونت 1، يا رب تكونوا ذاكرتوا وسمعتوا الكلام. اول حاجه هنبدا بيها يونت 1، لو كنت فاكر كنا بنشتغل على حاجه اسمها المتر، وقلنا يعني ايه كلمه متر. متر اتس اني ثينج ذات هاز ايه ماس اند اكيبايد سبيس، او يعني عندها فوليوم. يبقى المتر هو اي حاجه حواليا عندها ماس ام اي فولي، تمام كده. نبدا نخش بعد كده، كده دخلنا على الديفينيشن بتاع الماس، وقلنا واتس مينت باي ماس، يعني ايه ماس؟ از اماونت اوف ماتر ذات ذا بودي كونتينز. وقلنا انا بقيس الماس بالجرام والكيلو جرام. طبعا الحاجات دي انا ايه عمال انت تفتكر وتقول ان دي كانت حاجات سهله، فراجع بسرعه كده معايا، احنا بنعمل مراجعه سريعه كده بفكرك بيها بالحاجات اللي كنا بناخدها مع بعض. بعد كده بدانا ناخد ان في حاجه اسمها فيزيكال بروبرتس وحاجه اسمها كيميكال بروبرتس. وقلت لك كلمه فيزيكال بروبرتس يعني الصفات الخارجيه اللي هقدر اتعرف بيها على الماتر ده. واحنا كنا بنبدا نصنف الماترز اكوردنج تو ذير فيزيكال بروبرتس، ابدا اشوف كل واحد الفيزيكال بروبرتس بتاعته ايه واقدر اصنفه على اساسها. وبعد كده هنبدا نخش على الكيميكال بروبرتس، وقلت لك كلمه كيميكال بروبرتس يعني الصفات او الخواص اللي هي الداخليه. نبدا نخش اول حاجه على الفيزيكال بروبرتس، ولو انت فاكر كانوا هم 7 حاجات، نقولهم بقى مع بعض. وجهز نفسك كده لاي سؤال كده، وقتي هروح دايسه كده اشوف مين فاكر ومين ايه ناسي. الفيزيكال بروبرتس كانت اول حاجه الكالر والتيست والسميل. فاكرين كنا بنقدر نفرق ما بين السولت والشوجر عن طريق ايه؟ ها يلا لما خالد. عن طريق color taste. ايه عايزين حد رفع ايده؟ مين؟ احنا كنا بنقدر نفرق ما بين لنا. يلا يا لنا. taste. صوتك واطي مش سامعاه. taste. كنا بنقدر نفرق ما بين الكالر والتيست اند سمال عن طريق سوري كنا بنقدر نفرق ما بين الشوجر والسولت عن طريق التيست، السيلفر والجولد عن طريق الكالر، والفينجر والبيرفيوم عن طريق السمال. انا مش عارفه ليه مش سامعه صوتكم كويس، ماشي هحاول اجرب كده تاني. ها بعد كده هنبدا نشتغل على، يلا شباب هنبدا نشتغل. كان اول حاجه في الفيزيكال بروبرتس بتاعتي هي ان انا بفرق عن طريق الكالر والتست والسميل، اللي هو اللون والطعم والاودر بتاعتي او السميل بتاعي. واحنا طبعا دي كانت سهله جدا، وكنا بنعرف نفرق ما بين الاشياء، نشوف كل واحد لو هم عندهم نفس الكالر يبقى ابدا الجا للايه للتست. لو انا بعرف افرق بين السميل بالريحه بتاعتهم او الطعم او اللون. تاني حاجة ودي كانت المهمة وعندك سؤال فيها في العمل بتاعك، ان احنا بنسأل على الدينستي. وقلنا ان انا عندي الدينستي هي اتس ماس، التعريف بتاعها فاكرينه؟ ها هي عبارة عن ايه يا شباب الدينستي؟ اتس ماس اوف يونت فوليوم، هي عبارة عن الماس اوف يونت الايه؟ الفوليوم. يبقى الدينستي عبارة عن ايه يا شباب؟ اتس ماس اوف يونت الفوليوم. طب فاكرين اليونت بتاعتها كنا بنقيسها بايه؟ ها بنقيسها بجرام بير يوبيك سنتيمتر. يبقى انا بقيس الماس بتاعتي بايه؟ بالجرام بير يوبيك سنتيمتر.
نرجع تاني يا شباب بعد إذنكم. الـ density is the mass of unit volume، وقلنا إن القانون بتاع الـ density هو الـ mass divided الـ volume، ودي أول مسألة هتيجي لحضرتك إن شاء الله في الامتحان العملي، إن هو تحسب how to calculate الـ density، هيبقى عبارة عن الـ إيه؟ الـ mass divided الـ volume، الـ mass divided الـ volume، وهو عبارة عن إيه كمان الـ mass divided الـ volume؟ gram per cubic centimeter. دي كده اليونت، ودي كده الايه، ده كده اليونت بتاعتك، وده كده القانون. طيب نيجي بقى بعد كده، عايزين نفهم ان الدنستي بتاعتي عامله ازاي. الدنستي بتاعتي عامله ازاي؟ نرجع تاني يا شباب على ازاي. عايز افهم حاجة بقى، هل كل اللي عنده equal masses، احنا عندنا لما بيكون في equal mass الفوليوم بتاعتي بتختلف، وده ادى لو انا عندي equal masses، لو عندي objects الماسس بتاعتها are equal، الفوليومز بتبقى مالها different. ليه different؟ علشان كل matter عنده density بتاعته خاصة بيه، وزي ما انا قلت لك قبل كده ان density دي بتبقى عاملة زي ايه؟ ها الدنسي دي بتبقى عامله زي ايه يا شباب؟ عامله زي بصمه الصباع كده، فينجر برينت بتاع الماتر. يعني في كل ماده وليها الدنسي بتاعها الخاص بيها، عشان كده احنا قلنا ان هي بتبقى ساتش از فينجر برينت، بتبقى عامله زي الفينجر برينت او عامله زي الايه؟ بصمه الصباع لكل ماده. رهب ايوه ميس رهب، شيل الجاكيت وشغلها، اجتماع ورا شغل. ايوه ميس سمعاني كده يا رهب؟ ايوه ميس سمعاك. يعني الصوت تمام. طيب الحمد لله. بقول لك يا رهب، دلوقتي لو انا عندي ايه تو ماترز، هل هقدر افرقهم اكوردنج للدنسيتي ولا مش هعرف؟ هعرف. هتعرفي تفرقي بينهم؟ ليه بقى؟ علشان كل ماتر ليها الايه؟ ليها المس والفوليوم بتاعها. ليها لا، هي ليها الدنسيتي اللي خاص بيها، ليها الدنسيتي. تمام. يعني انا ممكن يكون عندي، انا جايبه مثلا 3 كيوب من ديفرنت ماترز، يعني انا عندي 3 مكعبات كده جايبهم لك، واحده من الايرون، واحده من مثلا من الوود، واحده من البلاستيك، والثلاثه عندهم نفس الفوليوم، لكن لما باجي احطهم على الميزان بلاقي ان كل واحد من دول الماس بتاعته مختلفه. ليه اختلفت بقى اكوردنج تو اختلاف الايه؟ الدنسيتي. Excellent. Thank you, Arufa. طيب نيجي بعد كده على السؤال اللي بعد كده. يبقى احنا فهمنا دلوقتي كلمة ان احنا عندنا equal masses of different substance عندها different volume او vice versa او العكس صحيح، نتيجة لاختلاف مين يا شباب؟ density. يبقى اختلاف density لكل matter من دول يؤدي الى اختلاف الايه؟ الفوليوم والماسس بتاعته. طيب نيجي بقى بعد كده عايزين نبص على الابلكيشنز بتاعت الايه؟ الدنستي. قبل بس ما اخش على الابلكيشنز عايز افكرك بحاجه، يا رب تكون الناس واخده بالها منها، ان احنا كان عندنا بعض السبستانس عندها هاي دنستي وبعض السبستانس او الماترز عندها لو دنستي. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ ها الناس فاكره معايا ان الناس عندنا هاي دنستي واللو دنستي. ولو انت فاكر الحاجات اللي بتبقى كانت عندها الهاي دنسيتي كانت بتعمل فلوت ولا سينك؟ عايزين نسأل. يلا كنزي. كنزي احمد. ايوه
فإن إحنا عندنا الهاي دنسيتي بيعمل فلوتنج ولا سينكينج في الووتر، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ ميه مش عارفه ليه هو البتاع معلق كده، معلش نجرب تاني. طيب احنا كنا فاكرين ان الهاي دينستي الاشياء اللي بيبقى الماترز او السبستنس ذات هاز هاي دينستي بتعمل دايما ايه؟ سينك ان ذا ووتر، بتغرق في الووتر. عكس مين؟ زي الكوين وزي الحاجات اللي هي بتبقى تقيله، عكس الحاجات اللي بتبقى عندها low density بتعمل floating on the surface of water، بتعمل طفو او انها بتعوم على the surface of water. دي كده كانت الحاجات اللي كانت خاصة بالdensity. ولو انت هتفتكر بعد كده حتى كان في give reason ليه بنعمل balance field بالهيدروجين والهيليوم، لان الهيدروجين والهيليوم عندهم low density عن الاير، فبيبقى من الحاجات الجازز اللي عندها low density فبتعمل floating. استخدمها في البالونات والحاجات دي، انها بتعمل floating بتطفو كده في الاير. وده كان اكتر كلام شغال على الدنستي، ده الجزء بتاع الدنستي. تاني حاجة خدناها او تالت حاجة في physical properties، اوعى تسرح معايا، احنا كده خدنا اول حاجة physical properties color والtaste والsmell، تاني حاجة خدناها الدنستي، تالت حاجة كانت melting point. ولو انت فاكر يعني ايه melting point، قلنا melting point هي temperature that change matter من solid لليكويد. فاكرين الكلام ده ولا منسينه؟ احنا كنا بنحولها من solid لليكويد، وقلنا ان احنا بيتميز بعض الماترز، عندي بعض الماترز عندهم high melting point وبعض الماترز تاني عنده low melting point. يبقى انا عندي high melting point و low melting point. بعد كده هنبدأ نخش على حاجة اسمها البويلينج بوينت. البويلينج بوينت هي تغيير منين لمنين يا شباب؟ من الليكويد ستيت للجازيز ستيت. وقلنا دي طبعا انتوا خدتوها قبل كده واتكلمنا فيها كتير، وقلنا انا بتفيدني جدا في عملية السيباريشن اوف كومبوننتس للكرود اويل depends in the difference in boiling point. يعني ايه الكلام دوت؟ فاكرين احنا كنا بنستخدم خاصية البويلينج بوينت دي في ان انا بعمل سيباريشن. بعمل ايه سيباريشن؟ يعني ايه سيباريشن؟ يعني بفصل مكونات الكرود اويل اللي هو الزيت الخام، بفصل الحاجات ديت علشان عن طريق ان انا بستخدم البويلينج بوينت. كل واحده منهم بيبقى ليها بويلينج بوينت بتاعها الخاص بيها، فبتبدا تطلع اول ما بنوصل لدرجه الحراره بتاعتها وهكذا. تمام يا شباب؟ فده كانت من الحاجات البويلينج بوينت. الهاردنس، ودي كانت خامس حاجه. طبعا انا عماله بعدي معاك بسرعه علشان المفروض ان انت الحاجات دي احنا واخدينها وفاكرينها مع بعض، فانا بعمل ايه؟ بحاول افكرك بسرعه بيها كده. الهاردنس، وزي ما قلت لك ان انا عندي بعض السبستنس بتبقى في الاصل سوفت، في درجه الحراره الطبيعيه بتاعتها بتبقى سوفت، وبعض السبستنس الثاني بتبقى سوليد بيكام سوفت، وبعض السبستنس الثانيه بتبقى سوليد وبتصبح سوفت باي هيتنج، وفي بعض باي هيتنج ما بيبقاش سوفت وباي هيتنج بيحصل له بروك داون، يعني بيحصل ان هو بيتكسر. يبقى انا عندي حاجات سوليد صلبه لكن بالهيتنج بتتكم سوفت، وفي حاجات سوليد كانت بي سوفت، وفي حاجات في الاصل سوفت. ودول الثلاث انواع بتوع الماتيريالز بتاعتي بصنف السوفت سوليد از رابر. الاكزامبل بتاعي الرابرز، السوليد بيكم سوفت باي هيتنج شيبد زي الميتالز، واخيرا السوليد كانت بي سوفت باي هيتنج زي الكول والسلفر. تمام كده؟ نبدا نخش على الالكتريك كوندكتيفيتي، ودي احنا طبعا عارفينها وحافظينها من واحنا في ابتدائي، ان عندي بعض الماتيريالز ار جود كوندكتور اوف الكتريستي اند ذا اذر ماتيريالز از باد كوندكتور اوف الكتريستي. وهنا الاكزامبل بيبقى الميتالز، هنا النون ميتالز، هنا الاسيتيك والالكالاين سوليوشن اند سام سولت سوليوشن. يعني كانت في ناس بتسال على السوليوشنز اللي هي ايه هي السوليوشنز اللي جود كوندكتور للالكتريستي؟ الاسيتيك والالكالي والسولت سوليوشنز. اما الحاجات اللي هي الكتريك انسليتورز او او الان كوندكتورز، الحاجات اللي هي باد كوندكتور اوف الكتريستي، هتبقى ساتش از شوجر سوليوشن او
have sugar solution والهيدروجين كلورايد in benzene برضو دي من الحاجات السلفر والفوسفورس كل دي من الحاجات اللي bad conductor of electricity. نبدأ نخش على الثيرمال conductivity وأنا عندي في حاجات بتبقى زي الهيت كوندكتورز برضو في حاجات بتوصل كويس الحرارة زي materials good conductor of heat وماتيريالز تانية bad conductors of heat. وكلمنا الكلام ده قبل كده ودينا اكزامبلز وجيب ريزون كتير وكنت بقعد اقول لك احنا ليه بنعمل مثلا الكوكينج بانز من الالومنيوم علشان جود كوندكتور للهيت. طب ليه بنعمل الهاندل بتاعتها من البلاستيك لانها تعتبر من البلاستيك او الوود علشان هي باد كوندكتور اوف هيت. الجزء ده يعني احنا من كتر ما احنا حافظينه خلاص من سنه رابعه. طيب نخش بقى بعد كده على حاجه اسمها الكيميكال بروبرتيز او الخواص الكيميائيه ودي تاني حاجة أنا أقدر أعمل كلاسفاي للميتالز للماتيريالز فيه. يبقى إحنا خدنا الفيزيكال وقلنا السبع حاجات دخلنا على الكيميكالز وهنصنفهم لثلاث حاجات very active metals حاجات بتبقى very active metals يعني بتبقى نشطة جدا ودي اللي هي زي الصوديوم والبوتاسيوم بمجرد ما بعمل لهم exposed للإير يعني بمجرد ما بيتعرض للإير هو react very fast بيتفاعل بسرعة جدا 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 مع الهواء فعشان كده صنفنا الماتيريال دي as a very active metals. بس عندي النوع الثاني اللي هو less active metals وده بياخد period of time يعني بلاقيه بياخد وقت من فترة كده عقبال ما يحصل reaction وده زي مثلا الايرون نيل اللي هو المسمار انا ما على طول لما حطيت له ووتر وإير مش بلاقيه على طول تشينج اللي عمل راستنج ما بيتحولش على طول للراستنج بسرعة لا هو بياخد period of time بياخد فترة من الوقت كده عقبال ما يحصل له راستنج يعني كذا دي كده قبل ما يحصل الراستنج ليه فهو مش immediately يعني مش على طول بيتفاعل زي very active metals. النوع الثالث اللي هم inactive metals والinactive metals ده لا ده بياخد بقى وقت ده يعني بياخد وقت طويل جدا وما بيبقاش بيتفاعل بالسهوله يعني عشان اوصل لقصه انه يعمل رياكت ده بعد فتره رهيبه وممكن ما بتحصلش برضو الرياكشن ودول الاكزامبل ليهم السيلفر والبلاتينوم والجولد ودول ديفيكالت يعني بصعوبه جدا تو رياكت ويز اوكسجين ديو تو ذا ويك كيميكال اكتيفيتي يعني صعب جدا ان هم يعملوا اي رياكشن مع الاكسجين نتيجه الايه الان اكتيفيتي بتاعته. يبقى احنا كده لغايه دلوقتي فهمنا الثلاث انواع according to their chemical properties تمام وهيبدا بقى يسالني طب انا بستخدم مثلا الجولد علشان اقدر ان انا احمي بيها انا بستخدم الجولد والسيلفر in making jewels ليه بستخدمهم في making jewels لان هم very poor active يجي يسالني طب انا why give reason انا بحط الصوديوم والبوتاسيوم under kerosene surface بلاقي لازم دايما احنا كده لما نيجي نخزن الصوديوم او البوتاسيوم بنحطهم في الكروسين سيرفيس ليه؟ قال لك علشان هم بيبقوا very active metals وبيتحدوا بسرعة جدا مع الاير. دي الأسئلة بتاعت الكيميكال اكتيفيتي بتبقى طبعا انتوا اعتقد خبرة يعني. عايز ابدأ اسأل كده سؤالين ثلاثة على lesson 1 في السريع كده اشوف الناس مركزة معايا ولا لا. ها مش لاقي حد خالص عامل كده ايه raise your hand يعني كده بيطمني ان هو عارف يعني. ها ابدا اسال ولا ايه عايز اسال ناس كده اشوفهم اخبارهم ايه ومش عايزه نفس الناس اللي بنسالهم كل مره ناس جديده يلا جنى عبد الفتاح ازيك يا جوجو عاملة ايه جنى عندي صوتك اليونت اوف ذا فوليوم از ايه يا جنى ازي حضرتك يا ميس عاملة ايه حضرتك بقيس الفوليوم بايه كيوبيك سنتيمتر والماس كيوبيك سنتيمتر برافو عليكي والماس بقيسه بايه بالجرام او الكيلوجرام ثانك يو يا جوج طيب لانا لانا خالد مش عارفه يا لانا انت ليه حظك معايا كده مش عارفه افتح أه
طيب جانا أسامة. يا حبيبتي ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ان الوي اوف ايه؟ عندي الوي اوف ايه از يوز ان ميكينج جول وايل ان الوي اوف كذا از يوز ان ميكينج هيتينج كويلز. ها كبر جولد الوي كبر جولد الوي اكسلر وايه اللي بستخدمه في الهيتينج كويلز؟ يلا بستخدم النيكل اند كوم تمام كده؟ ماشي. طيب نخش بقى على الساينتفك تيرم كده، نجرب برضو سؤالين في السريع على الساينتفك تيرم. The temperature at which a substance، ايه هي التمبريتشر حيث substance change من solid state into liquid state؟ ايه هي السبب؟ ها يلا يوسف. ازي حضرتك يا ميس؟ ازيك يا يويو. يلا ايه هي التمبريتشر اللي بيتغير فيها من السوليد ستيت؟ الميلتنج بوينت. ثانك يو يا يويو شاطر. ماشي برافو عليك حبيبي. طيب شكرا يا ميس. كمل بقيه الريفيجنز بتاعنا ونخش على يونت 2 او سوري ليسون 2. ليسون 2 كانت بتتكلم لو انتوا فاكرين على اللي هي الايه الماتر كونستراكشنز او تكوين الماتر، وكنت بتكلم معاكم ان زي ما احنا عندنا بيلدينج يونت الليفنج اورجانيزم بنسميها السيل، هنسمي حاجه ثانيه اسمها الايه المولكيول از ذا بيلدينج يونت بتاعه الماتر. تمام كده. ولو انت تفتكر ان احنا كنا بنتكلم على ان المولكيول هو the smallest part of the matter which can exist freely and has the properties of matter، اللي كان بيبقى موجود وعنده الصفات او الخواص بتاعه الماتر. وكنا اول حاجه ودي التجربه الثانيه اللي هتيجي لك في العملي، اللي هو لما كان بيشرح لك ان انا لما كنت بحط بوتاسيوم برمنجانيت كده في الكاب اوف ووتر كنت بلاقيه كله بيحصل له ايه؟ قلنا هنقول حاجتين observation وconclusion. قلت لك كلمة observation انت هتشوف ايه؟ هتشوف ان البوتاسيوم برمنجانيت حصل له spread all over the water، البوتاسيوم برمنجانيت هينتشر على المية كلها. الconclusion ان احنا المولكيولز عندها continuous motion. وجيت قلت لك ان المولكيولز ليها ثلاث صفات مهمين جدا لازم تبقى فاكرهم وعارفهم. حاجة اسمها ها continuous motion، تاني حاجة اسمها intermolecular space، تالت حاجة اسمها intermolecular force. يبقى احنا عندنا الثلاث حاجات مش عايزه انساهم للمولكيولز او خواص المولكيولز، ان انا عندي حركه مستمريه وبلاقي الحركه دي بتختلف من سوليد لليكويد وجاز. الكونتينيوس موشن في حاله السوليد بتبقى ليميتد، ما بتبقاش اصلا في كونتينيوس موشن، بتبقى تقريبا فايبريشن. تاني نوع من الكونتينيوس موشن في الليكويد بتبقى يعني فري او بسيطه وسهله. اما في الاخر خالص الجاز الكونتينيوس موشن بتبقى فيري فري، الحركه للمولكيولات في حاله الجاز ستيت بتبقى رهيبه، حريه غير طبيعيه زي ما انت شايف كده بيتحركوا في كل ايه مكان. طيب تاني حاجه خدناها او تاني بروبرتس للمولكيولز الانتر مولكيولر سبيس. الانتر مولكيولر ايه سبيس زي ما انت شايف كده في حاله السوليد الانتر مولكيولر سبيس تقريبا زيرو مفيش، في حاله الليكويد بيبقوا يعني في سبيس انترميديت، اما في الجاز بيبقى السبيس فظيع. نفس الحكايه للفورس بلاقي طبعا فيري سترونج في حاله السوليد ميديم اند تقريبا ايكوال لزيرو في حاله الجاز. دول الثلاث صفات الموشن ها السبيس الفورس. وبعد كده بدات اعمل لك لو انت فاكر الكومبير ما بين السوليد والليكويد والجاز، وده اللي احنا كنا لسه قايلين. طيب بعد كده هنبدا ناخد المولكيولز اند الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها لما بيحصل لها ميلتنج. ولو انت فاكر ان ساعه الميلتنج قلنا بنحول ايه؟
فاكر انت لما قلت لك احنا كل ما هنعمل انكريز للتمبريتشر زودت درجه الحراره، يبقى انا عملت ايه لما بزود درجه الحراره؟ فاكرين يا شباب؟ بزود الموشن بين المولكيولز. يبقى انا واحده واحده معايا انكريز ذا موشن بتوين ذا مولكيولز از وي انكريز تمبريتشر فيرست increase the motion between the molecules. تاني حاجة بتحصل increase the intermolecular space between the molecules. التسخين ده بيخلي الفراغ أو space ما بين المولكيولز بيزيد. Have also the force decrease. الفورس بتحصل لها إنها بتقل خالص. إحنا لما بيجي حاجة بينا كده زي ما قلت لك قبل كده التشبيه إن إحنا لو أنا اديتك حرارة أو الحر لو الجو حر بنعمل ايه واحنا قاعدين جنب اصحابنا؟ بنبعد، كل واحد بيبعد عن الثاني عشان الحر ده. نفس الفكره بالظبط. يبقى as the temperature increase، لما temperature increase continuous motion increase الحركه بتزيد، الforce decrease الintermolecular space increase، وتحول في الحاله دي لما كل دول بقى بيحصل لهم تغيير هيبقى يتحول الستيت بتاعتي من solid state لليكويد state. And we call this process as melting process. Also by increasing the width أكتر temperature, the molecules in continuous motion بتاعتها become very free. الحركة بقت حرية جدا. The intermolecular space بقت واسعة جدا, very wide. And the force is very, very weak. بيبقى weak لدرجة ان الforce بتاعت molecules overcome the force, the intermolecular force. كل ده بيحصل as we increasing the temperature. كل ما بزود the temperature and the state change from liquid state into gaseous state. And we call this process as a vaporization process. ده كده كانت الجزء اللي كان خاص بتغيير the states أو the properties by temperature. آخر حاجة بدأنا ناخدها إن إحنا بدأنا ناخد حاجة اسمها molecules and the atoms. وقلت لك كلمة الأتوم هي the fundamental building unit، هي اللي أنا ببدأ بيها الماتيريال fundamental building unit. وكنت قلت لك لو أنت فاكر عندي two types of molecule، الإليمنت مولكيول، وده اللي بيتكون من one type a simplest pure form، وبيبقى عندي بيتكون يا إما من one atom أو two atoms. بس زي RE أهم كلمة عايز اسمعها او انت تبقى حاططها في دماغك وانت بتذاكر الاليمنت مولكيول، انه بيتكون من اتوم او اتنين بس سيميلر. اهم حاجه كلمه سيميلر، يعني الاليمنت ده بيتكون من حاجات بيور شبه بعض ما بدخلش ليها اي دخيل، عكس الكومباوند. الكومباوند بقى is a substance formed from the combination of atoms or of two or more different elements. لا، الكومباوند بقى بيتكون من اتنين او اكتر، يعني اكتر من اتنين، وبيكونوا طبعا لازم يكونوا ايه different. تمام كده؟ يبقى ده كان في الجزء اللي خاص بالkinds of molecules. عندي element وعندي compound. element قلنا بيبقى the simplest form او simplest pure form للماتر، can't be analyzed، ما اقدرش ان انا افككها اقول إيه مثلا قسمتها الهيدروجين واكسجين، لا هي حاجة واحدة زي المونو اتوميك. وكلمة مونو اتوميك هتلاقيها وانت بتذاكر عشان ما تنساهاش، اللي هي formed من one atoms diatomic formed من two atoms. نيجي بعد كده على الكومباوند مولكيولز is a different atoms. different atoms بيتكون different atoms دول زي من الهيدروجين كلورايد والووتر والامونيا. دول الأمثلة للإليمنت ودول الأمثلة للكومباوند. وبكده قدرنا إن إحنا نخلص lesson 2. ماشي؟ lesson 3 بقى هنبدأ نخش عليها في السريع برضو. أنا بحاول أفكرك، ده طبعاً طبعاً محتاج من حضرتك مذاكرة من نار. أي أسئلة إحنا هنبدأ إن شاء الله المرة الجاية بأي أسئلة منكم في يونت 1. أنا ما رضيتش أسأل النهاردة كده، أشوف النهاردة هنبدأ، أديني رجعت معاك أهو. عايزة منك أي أسئلة في يونت 1 إن شاء الله تقولها لي المرة الجاية عشان نبدأ الريفيجن على يونت 2. نبدأ بقى lesson 3، بنتكلم على الأتوميك ستراكشر. وقلنا الأتوميك ستراكشر دي اللي هو الايه؟ الشكل الكيميكال فورم بتاعي. وزي ما قلت لك احنا العلماء كانوا علشان يجوا يكتبوا كيميكال رياكشن مش هيقعد يكتب لك الايه؟
مثلا هيدروجين كلها بلس الومنيوم، مش هيقعد يكتب الكلمه دي كلها، فبدا يعمل سيمبل تسهل عليه الموضوع دوت. ودول طبعا طبعا احنا قلنا ان احنا حافظينهم زي اسماء زي عينينا كده، السيمبل بتاع كل ايه element من دول زي الاكسجين او النيون ان اي، المفروض ان انت حضرتك تكون حافظهم صم. تمام، هنبدا نخش بعد كده على الاتوميك ستراكشر. فاكرين الاتومز وكنا بنتكلم على الاتومز المكونات بتاعتها كان فيها ايه؟ الاتوم كان بيبقى فيها النيوكليوس، انرجي ليفلز اللي هم اللي حواليهم، وفيهم الايه الالكترونز. وقلنا كان داخل النيوكليوس لو انت فاكر كان جوه النيوكليوس فيه حاجه اسمها بروتونز ونيوترونز. تمام، هو فاضل دقيقه على الميتنج، هكمل معاك المره الجايه عشان ليسون 3 ده انا بحب كده نتكلم فيه براحتنا. كمل معاك ليسون 3 وهنعمل ريفيجن ان شاء الله على يونت 2، وهشوف اسئلتكم لو في اي حاجه ناقصاكم. حاولوا تذاكروا كويس جدا عشان الموضوع يبقى سهل في وقت الريفيجن. فرصه ان انا بعمل معاك ريفيجن، فرصه ان شاء الله ان انت ده يخليك تذاكر. يوم الاحد باذن الله هيبقى في اونلاين على زي ما اتفقنا. اول حاجه هنبدا بيها ليسون 3 بتاعت يونت 1 نكملها، وبعدين هنراجع يونت 2 كلها مع بعض باذن الله. حاول تذاكر، فرصه اهو النهارده من اليوم الايه النهارده من الاربع للحد، عندك فرصه كويسه جدا تشطب ليسون يونت 1 كلها وتجيب لي اي اسئله ناقصاك فيها وتراجع يونت 2 ان شاء الله. ربنا معاكم، شدوا حيلكم كده، وعايزه ايه الساينس ده يبقى اسهل حاجه عندكم. اشوفكم على